هنا بقى يا يحيى لازم تقول كلمة السر في نفس اللحظة اللي بقولها فيها عشان تدخل على عجيب ويصدق اني اقدر استخدم كلمة السر زيك بالظبط. انت متأكد من موضوع كلمة السر ده؟ انا حاولت كتير بس مفيش غير يحيى هو اللي بيعرف يفتح بيها البوابة الزمنية. امال انا من السنة اللي فاتت في العالم القديم بعمل ايه؟ بشرب شاي من بلاد بونت مثلا؟ انا عرفت اسرار اكتر من اللي عند يحيى بكتير، وكلمة السر دي نقطة في بحر لما نروح هتعرف، ودلوقتي هتشوف بنفسك. اول ما تلاقيني رفعت ايديا لفوق يا يحيى تقول اتروعة. ده الموضوع شكله بجد. انت متأكد ان الجزء اللي باقي من البردية هنا؟ انت هتفضل كل شوية تسألني عاوز ايه تاني اكتر من اني دخلت هنا من غير يحيى؟ طب المفروض دلوقتي نعمل ايه؟ مفيش اي حاجة هنا. لسه اخر خطوة في السر اللي عندي. كبير الكهنة قال لي بعد الوصول لهذه الغرفة الصغيرة عليك ان تضغط بيديك الاثنين على الجدار اللي على يمينك بحيث يكون مدخل الغرفة وراك. تقصد الحيطة دي؟ بالظبط، هو ده الجدار اللي على اليمين اللي جنب ايدك اللي بتاكل بيها، وباب الغرفة ورانا، اضغط عليه بايديك الاتنين. اهو مفيش اي حاجة بتحصل. زق الجدار بقوة يا عجيب. حاضر. اهو. ايه ده؟ انا فين؟ مفيش هنا اي برديات يا حسني. مفيش برديات. حسني طلعني بسرعة. اطلعك ده ايه؟ ده انا ما صدقت انك دخلت. يا اهلا بيك في سجن كيمت يا عجيب. ابقى فكر على مهلك قوي بقى ازاي تهرب عشان تدور على البردية. تستاهل. انا لما يحيى حكى لي اللي حصل ما كنتش مصدق وخفت عليه، وعشان كده قلت له ان هاجي معاه. لكن حقيقي يا حسني انا فرحان اني شفتك وفخور بيك، فخور انك قدرت تغير من نفسك وعرفت اهميه حضارتنا العظيمه. الحضاره دي بقت جزء مني خلاص يا استاذ عصام. انا دلوقتي عايش جواها وبشوفها وهي بتتبني وعارف قيمتها ومستعد ادافع عنها ضد اي حد يحاول يتعرض لها. يسعدني اقولك يا حسني انك بقيت واحد من شعب كيمت العظيم المخلصين، ومن النهاردة هعتبرك من كبار الكهنة وهحكي حكايتك لكل اللي اعرفهم واولهم يحيى وكنوز. بس يا خسارة يا سيدو، هي كده الايام الحلوة بتعد بسرعة. ها جاهز يا عم حسني؟ جاهز. اترعى. ودلوقتي يسعدنا اقدم لكم الطفل صاحب الفكرة واللي كنت مبسوط جدا ان اشرفت عليها وساعدته في تنفيذها. ايوه يا يحيى. يا يحيى يا خطير. شكرا جدا ليك. الله عليك يا يحيى. أنا فرحان قوي إني واقف دلوقتي هنا وبتكلم قصادكم. كنت لما بشوف أي شخص بيتكرم على نجاحه وإزاي قدر يحقق حاجة صعبة بقول هو أنا ممكن في يوم من الأيام أبقى زيه كده وأقف أتكلم قدام العالم كله على حاجة عملتها. يمكن الموضوع بدأ من وقت كتاب مغامرات يحيى وكنوز، كنت بحكي حكايات ومعلومات تفيد الجيل اللي أنا منه، لكن المرة دي أنا بحاول أقدم لجيلي كل العلوم والفنون اللي كانت موجودة في مصر القديمة واللي قدرت أعرفها عشان يقدروا قيمة بلدهم بجد ويعرفوا إنها عظيمة
سواء كان دلوقتي أو من آلاف السنين. شكراً.